نبقى مع معاناة الشباب العراقي الذي أكمل دراسته الجامعية دون أن تلتفت إليه الحكومة، وصورة أخرى من صور الخريجين الشباب، شاب عراقي خريج من كلية العلوم السياسية يبيع الشاي على قارعة الطريق في العاصمة بغداد وهو يرتدي ثوب التخرج. دعونا نشاهد. السلام عليكم، حسين ناصر من محافظة الوسط، جامعة بغداد، خريج علوم سياسية، وهاي النتيجة مثل ما تشوفوها. طبعا هذا العمل يعتبر كوميدي، أوجه رسالة من خلاله وذلك لما يمر به الطالب العراقي من ظروف بعد تخرجه من أي كلية. هسه أي كلية الآن يتخرج منها طالب عراقي لا يوجد أي تعيين إلا واصلة وعرف أو أي يعني خصوص التعيين يعتمد يقوم على المحاصصة الحزبية المقيتة، ونطالب الجهات المسؤولة خصوصا المجلس الأعلى لمحاربة الفساد بأن تكون هناك وقفة جادة ووقفة متعاطفة مع الشباب الخريجين الذين ليس لديهم أي عمل أو أي فرص عمل أخرى، لا متعينين قاعدين بالبيوت، والطالبات أيضا. وهاي الشهادة علوم سياسية المفروض مكان بالخارجية مو هنا، وهسه جاي يبيع شاي بالشارع، والمتعينين مو كانت بالدولة ما عندهم هاي الشهادة، وبالخارجية هسه ثقة ذات بالخارجية طلع لي 10% منهم إذا عندهم مثل هاي الشهادة.